الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنقدم لكم حلقة جديدة مع عالم الزراعة الحديثة، ويا رب إن شاء الله يعجبكم الفيديو ده. النهاردة هنحضر لكم خلطة سرية من أحسن وأروع الخلطات اللي ممكن تعملها في البيت وفي المنزل، وهي إن شاء الله هتنهي لك على حاجة اسمها ناموس وصعو والصراصير والنمل وكل الكلام ده كله. إن شاء الله كلها حاجات موجودة في البيت عندنا، وهنبدأ بيها ونعرفكم عليها ونقلّى بينا. يلا بينا. اول حاجه معانا ان شاء الله هي الخل، وده طبعا كلنا عارفينه وبنستخدمه في البيت. تاني حاجه صغيره خالص فيها شويه ميه قيمه 400 سم ميه، ومعانا هنا الريف، وطبعا احنا كلنا عارفينه وهنوريكم طبعا كل الحاجات دي دلوقتي فعلي. وده طبعا البيكنج باودر اللي ممكن تستخدمه في اي بيت في اي حاجه، اللي هو مسحوق الخبز او اي حاجه من الحاجات دي بنفس المسمى اللي انت موجود في اي بلد فيها. وايه الحاجات اللي احنا ان شاء الله نستخدمها معانا؟ مية، بيكنج باودر، ريفو طبعا كلنا عارفينه، والخل المنزلي. ويلا بينا نكمل بقية الايه الخل. هنبدأ معانا ان شاء الله، ودي اول حاجة معانا هنا هي شوية الماء اللي احنا قلنا عليهم اللي هم 400 ملي، وطبعا ده مسحوق بتاعنا اللي هو اول حاجة عشان نبتدي بيها. هو ان شاء الله نبتدي بالريفو، طبعا هنركن الثلاث حبايات دول، وبعد كده نحط المسحوق بتاعنا كويس جدا، وبعد كده نقلب تقليبة كويسة. طبعا بعد ما قلبنا هنبتدي نجيب البيكنج باودر. طبعا انا البيكنج باودر ده طبعا له مميزات كتير جدا للبيت. طبعا اول حاجة بيمنع الريحة والكلام ده كله، وفي نفس الوقت بيشتغل معاك مادة جاذبة للدبان والناموس وكل حاجة من الحاجات دي. طب يلا بينا نبدأ نبتدي نقلب كويس كويس كويس. يلا تمام كده، قلبنا البيكنج باودر كويس. طبعا نبتدي معانا بقى شوية الخل، ودول اخر حاجة. يبقى احنا ابتدينا باول حاجه ايه هي عشان ما ننساش الخلطه وانك ما تبص. يبقى اول حاجه الريفو، وتاني حاجه البيكنج باودر، تالت حاجه شويه الخل، ودي بقيمه مقدار حاجه صغيره جدا، لان هو ده يعتبر الماده النشره او الماده الاساسيه اللي هتقدرنا على باذن الله من غير شر تقدرنا على الناموس والبعوض والصعو والنمل والصراصير. وان شاء الله لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك، تدعمنا في القناه وتفعل زر الجرس. شكرا.